خلينا قبل ما نفوت بتفاصيل عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم، نتحول بهذا الاتصال إلى الباحثة في الشؤون التركية والإقليمية دكتور هدى رزق. لا هيك، إن في نعرف بتفاصيل في الانتخابات انتخابات التركية التركية الرئاسية. ومستجدة. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعطيك العافية. لماذا يعافيكي. تراجع أردوغان برأيك وقراءتك الأولية؟ يعني أنا أقول بأنه ما حدث في هذه الانتخابات كان مهم جدا، لأنه كان متوقع يعني بالنسبة للمعارضة أن تحصل على أصوات أكثر من ذلك، لأنه كل استطلاعات الرأي كانت تشير تقدمه لأنه تقدم المعارضة، وكانت تشير أيضا إلى أنه يمكن لها أن تربح الانتخابات. نعم. فلذلك لا نستطيع أن نقول أنه ليش أردوغان ما يعني لم يحصل على الأصوات، أو تراجعت أصواته، تراجعت حظوظه، ولكن كانت كل استطلاعات الرأي تقول بأنه سوف يكون يعني متساوي مع كيلوتيدار أغلو، أو سوف يربح كيلوتيدار أغلو، وهي استطلاعات الرأي يعني مشان هيك أوغلو أكثر قال رح أكثر من نربح شخص. بالدورة الثانية، يعني إذا يعني كيلوتيدار أغلو أساسا جايب 44 يعني أو 45، هذا بيعني بأنه في فارق كبير بينه وبين أردوغان، اللي هو أردوغان جايب 49%. المفاجأة الكبيرة كانت بسنان أوغان اللي هو مرشح القومي، واللي جاب تقريبا أصوات، هذه الأصوات هي اللي منعت أنه تقدم الفوز المعارضة بالدورة الأولى، واللي أدت لأنه ينتقلوا على الدورة الثانية. بالدورة هلا الثانية المفاجأة الأكبر منها هي أنه البرلمان كان متوقعين أنه بالبرلمان يربح تربح المعارضة، ولكن يبدو أنه بالبرلمان رح يربح حزب العدالة والتنمية والتحالف التبعيت والحكم القومي، ولكن يبدو بس أنه الانتخابات يعني سوف تعود إلى الدورة الثانية. لكن معظم التوقعات قالت أنه أو انتصار لكيلوتيدار أوغلو أو نروح على الدورة الثانية. طيب بالدورة الثانية مدام هالمرة دكتور، بالدورة هالمرة الثانية بمن يربح؟ يعني بالأرقام اللي بيطلع له، يما كمان لازم يكون في عندهم نسبة معينة، لازم يكون في 50 بائب واحد كمان، وإلا بده يروح على دورة ثالثة. ما في دورة ثالثة، ما في، في يعني دورة تحسم تانية. الأكثر الأغلبية لمين؟ تحسم الأغلبية للي بيربح. نعم. يعني العين على 28 أيار. أيوه طبعا طبعا. هون مفاجأة كانت، مفاجأة كانت هي سينان أوغان اللي هو خلينا نروح على الدورة الثانية. اها ما يعني هون رح يصير شغل المعارضة على يعني مرشح القومي ليكسبوه لجانبه، ليحول يكسبوا أصواته لألون. صح؟ ليكي مهم كثير نشوف انه المرشح القومي هو اللي راح اللي اخذ هاي الاصوات. اوكي، هيدا بيعكس انه الشعب التركي تقريبا ضد حزب الشعوب الديمقراطية. طيب والمرحلة المقبلة يعني رح تتبدل بشكل جذري، يعني إدمين على تغييرات بتركيا بتأثر على الإقليم بطبيعة الحال، يعني الاتفاق مع روسيا إذا في حال فازت المعارضة، يعني ليك بحال فازت المعارضة رح نشوف تغييرات كثير كبيرة بتركيا، عودة تركيا إلى ما كانت عليه سياسيا قبل وجود العدالة والتنمية بالحكم، ورح نشوف اتساق أكثر بالناتو وبالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا رح ينعكس بشكل سلبي على روسيا، رح ينعكس بشكل سلبي أيضا على إيران. وعلى حتى قطر اللي هي متحالفه صحيح مع رجب طيب اردوغان. صحيح. بينما اذا فيت رجب طيب اردوغان رح نروح على مشروعه اللي هو مشروع يعني تركيا الكبرى، المستقبل اللي هي تركيا الكبرى. يلا نترقب، ننتظر ونرى 28. بآخر هذا الشهر تقريبا. شكرا لك على هذه الأطلالة دكتور هدى رزق الباحثة في الشؤون التركية والإقليمية، أهلا وسهلا فيك.